مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، ها هي انطلاقة جديدة من انطلاق تحدي من انطلاقات الإثارة، انطلاقة شوطنا الثامن في مجموع الأشواط والشوط الثاني الخاص هنا أيضا باللقاية القعدان، المهجنات الأصايل لأبناء القبائل في التحديات الجميلة والانطلاقات المتميزة على أرضية هذا الميدان. نتابع هذا الأداء، نتابع الانطلاق والتحدي الجميل ونسير في الصدارة، نسير مع هذه الاندفاعات المتميزة والأسماء المتواجدة هنا والأعداد التي تشارك على أرضية هذا الميدان. وهنا أطلس سالم بن جابر بن عبد الله الحربي المنطلق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول المركز الثاني، ويأتينا نجد هلال بن سهيل بن عبيد المزروعي والوصول من قبل مبعد حمد بن سهيل بن نخيرات العامري، ويأتي هنا أيضا مثير سالم بن سعيد بن مصبح المخمري على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس عديم سعود بن حمد بن سعيد العري المهيري المنطلق هنا على المركز الخامس. وفي المركز السادس، المركز السادس الفارس جابر بن راشد بن ناصر العرج المري من ينطلق على المركز السادس. المركز السابع الأسد عبد الله بن سعيد بن بروك الحميري من يأتينا هنا بهذه الانطلاقة سابعا. وفي المركز الثامن هنا فياض محمد بن حمود بن مطلق البلوي من يأتينا بالانطلاقة الجميلة، وهناك حرب محمد بن علي بن خلفان لك عبيب على المركز التاسع وعاشر المراكز. المركز العاشر، المركز العاشر هنا المنطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي. هنا أيضا الوصول في هذه اللحظات من قبل هنا المنطلق الدكتور محمد بن علي بن عبد الله بن نعيف العامري على المركز العاشر. هذه هي النتيجة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك مثير سالم بن سعيد بن مصبح المغمري من ينتزع الصدارة، ينتزع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل هنا على الصدارة على المقدمة المركز الثاني. ويأتينا أطلس سالم بن جابر بن عبد الله الحربي، ومن الجانب الآخر شعار بن خيرات هناك المنطلق مبعد حمد بن سهيل بن خيرات العامري من يأتينا الثاني. بينما المركز الرابع، المركز الرابع هنا الوصول من الفارس جابر بن راشد بن ناصر العرج المري المنطلق على المركز الرابع. المركز الخامس الأسد هنا يأتينا عبد الله بن سعيد بن بروك الحميري على المركز الخامس. وفي المركز السادس، المركز السادس هنا أيضا حرب يأتينا محمد بن علي بن خلفان الكعبي مع حرب بهذا الانطلاق، ولكن هناك أيضا شعار أبو علي يتقدم مع الفارس فارس علي بن مسهر بن علي الخيالي هنا يأتينا بهذه الأداء الجميل والتحدي. الوصول من قبل هنا فياض محمد بن حمود بن مطلق البلوي القادم بكل قوة بهذا الأداء المميز الجميل. هو وصل شعار بالطير أيضا هنا أشقر سالم بن عبد الله بالطير العامري من يأتينا، ووصل وافي، وصل وافي ووفى في هذه الانطلاقة إلى انضمامه إلى المقدم أحمد بن سعيد بن منان الاكتبي القادم بوافي في هذا الأداء المميز الجميل والتحدي. هو الإثارة والإثارة، التحديات جميلة. هناك أيضا مكلف محمد بن سالم بن سليمان الدوحاني، ولكن الصدارة أعود إلى المقدمة إلى المركز الأول هنا وصدارة هذا الشوط في هذا الأداء المميز الجميل. هو التحدي، هو الصدور هنا والانطلاق.
هنا الصدارة، هنا المقدمة في هذه اللحظات المثير، لا زال مثير، ولكن هنا التسلل، التسلل التسلل في هذه اللحظات. هنا من انطلق أشقر سالم بن عبد الله بالطير العامري ووافي، وافي وافي هنا أحمد بن سعيد بن منانة من يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث مناور جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، ثلاثية ثلاثية جميلة، السلام بالتحدي وبالإثارة، ولكن أشقر المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سالم بن عبد الله بالطير العامري من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة والمركز الأول. سلام 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 مدينة العين، سلام سلام أهالي الهير على هذا الأداء المميز الجميل. هنا أيضا لأشقر تهانينا والناموس على هذا الفوز. سالم بن عبد الله بالطير العامري، هناك مناور جار الله محمد بن طالب بن عقيل، ويأتي في المركز الثالث هناك أيضا لافي للسيد أحمد بن سعيد بن منانة، ويأتي شاهين لحمود بن عبد الله المحاربي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس الفارس العلي بن مصر بن علي لخيلي من أتى على المركز الخامس. ونعود مشاهدينا الكرام هنا إلى أشقر ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. تهانينا على هذا الأداء لسالم بن عبد الله بالطير العامري، وست دقائق والتوقيت الزمني الحاضر بهذه الانطلاقة الجميلة مع أشقر. هنا ثلاث ثواني أربعة من الأجزاء من الثانية، بينما مناور من أتى على المركز الثالث مع البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، قاطع المسافة في فترة زمنية مقدارها ولحظة وصوله إلى خط النهاية بهذا الأداء الجميل. هنا أربع ست دقائق ثلاث ثواني ثمانية من الأجزاء من الثانية، بينما لافي من كان هو صاحب المركز الثالث هنا على التأكد بهذه الانطلاقة الجميلة هنا واللحظات الأخيرة ولحظة وصول والتداخل. ولكن هنا شاهين لحمود بن عبد الله المحاربي هو صاحب المركز الثالث بست دقائق خمس ثواني تسعة من الأجزاء من الثانية، ولافي رابعا لأحمد بن سعيد بن منانة. هذه هي النتيجة، تهانينا وناموس لجميع الفائزين.